بعد ما تعرفنا على كل المستلزمات للمائدة، حان الوقت إنه نقوم بالترتيبة لمائدة رسمية. أول صحن يلي هو رح يكون الصحن الرئيسي أو صحن الطبق الرئيسي، يجب أن يكون بعيد عن الطاولة مسافة إذا بدك إنش أو سنتيمترين ونص، 2 سنتي ونص بمقدار الإبهام، نصف الإبهام من أيسو لهون، ونضع من ثم الطبق الكبير. وحسب المنيو اللي موجود عندي أو لائحة الطعام، بيكون عندي صحن الشوربة أو صحن السلطة. فنحن اليوم اخترنا أن يكون عندنا شوربة، لهالسبب الصحن يجب أن يكون بنصف الصحن الآخر. أما إذا كان عندي أكثر من طبق، فممكن أني أضع إلى حد 3 أطباق فقط فوق بعضهم. إذا كان عندي سلطة من بعد الشوربة، فممكن أن أضع الصحن السلطة هنا ومن ثم صحن الشوربة فوقه. وبهالطريقة بقدر بين للشخص اللي رح يقعد على الطاولة شو الأشياء اللي رح يأكلها، ومن بعدها باشر إلى وضع صحن الخبز على الشمال أو على اليمين. هيدا السؤال اللي هلأ رح نعرف كيف نجاوب عليه. بدي منك سيدتي إنه تعملي أصابيعك بهيدي الطريقة. هلأ أنا رح أبرم ظهري لحضرتك، ومن ثم أرى في حرفين، حرف الباء باللاتيني وحرف الدال باللاتيني كمان، إذا بي أند دي، بريد أند درينك. ومن ثم عندما أستدير وأضع الحرفين بهذه الطريقة، بلاقي إنه عندي الباء اللي هو بلجهتي هو البريد، إذا على جهة الشمال، ودرينك يلي هو المشروب على جهة اليمين. والآن سنباشر إلى وضع الكبيت. إذا كان عندنا نوعين من العصير أو أكثر، بنقدر نحط هالنوعين بهالطريقة، مع احترام إنه الكبية الأكبر دائما بتكون إلى الأعلى، ومن ثم كبية المي بتكون لورا. أما إذا أردنا فقط أن نقدم نوعان من العصير أو نوع واحد من العصير والماء، فنستعيد عنه بس بكبيتين بهيدي الطريقة. ولهالسبب يجي عنا الكبيات بهيدي الطريقة. حان الوقت لنضع الشوك والسكاكين. السكينة دائما تكون على اليمين، والحف تبعها أو محل ما بنقطع فيها دائما بتكون إلى جهة لجهة الصحن، لحتى ما تتجه نحو الشخص الآخر يلي قاعد جنبنا. فلهالسبب منبلش دايما بالسكينة الكبيرة، وهيدا قاعدة، نحن منبلش بالأكل من برا لجوا. إذا أول صحن رح يكون عنا هو صحن الشوربة، فلهالسبب رح ناكل أول شي بملعقة الشوربة ونضعها برا. أنا لحتى أسهل لك الموضوع رح بلش مثل ما رح ناكل. فإذا الشوربة بالأول نضعها خارجا، ومن ثم عنا السلطة، فنأخذ الشوكتين، الشوكة والسكينة اللي هن رح يأكلوا فيها السلطة، ونضعها أولا وثانيا، جهة الشمال بنحط الشوكة وجهة اليمين بنحط السكينة، ومن ثم نضع السكينة الأكبر والشوكة اللي مثل ما لاحظتوا قدرت أخذتها بزيت القياس، وبقدر كمان أخذ هيدي استعملها للسلطة حسب حاجتي وحسب الأشياء اللي أنا رح أعملها. إذا أنا رح أستعمل قياسين من الشوكتين، بالأول استعملت هذا القياس للسلطة، هلأ رح أرجع أحط هذا القياس للسلطة مع السكينة الأصغر، وهذا القياس للسكينة والشوكة تبع اللحمة اللي رح تجي. فإذا إذا منشوفها صار عندي على جهة اليمين قياسين للسلطة ثم للطبق الرئيسي، الطبق الرئيسي دايما بيكون سكينته أقرب لإله، والثاني بيكون الأبعد. وبزيت الطريقة عندي شوكتين بالقياسين،
الطبق الرئيسي بتكون شوكته أقرب لإله، إذن ها هي شوكة الطبق الرئيسي، ومن ثم شوكة السلطة يلي هي منحطها تاني وحدة حدها. إذا قررت أني استعمل قياسين زيت الشي بقدر كمان ميزهم عن بعضهم بإني حطهم بهيدي الطريقة، وحدة أعلى من وحدة. أنا رح استعمل هيدا القياس الأصغر. هيدا كله لحتينا قلكن إنه لو سمحتوا مش مهم يكون عنا الأواني يعني دقيقة، لأنه مش كل البيوت قادرين، مش كل الناس عندها المقدرة إنه يكون عندها يعني كمية كتير كبيرة من مختلف أنواع الشوك والسكاكين، إلا المطاعم اللي كتير كتير متقدمة اللي هي، أو حتى المحلات. نحنا اليوم كأشخاص موجودين ببيوتنا بنقدر نستعمل ونعمل أو نرتب مائدة رسمية بالأشياء البسيطة يلي موجودة عنا، شرط أنه نحافظ على ترتيبها بشكل صحيح. بقي عندي أنه أقول يلي هي يعني أنا بحب سميها ملكة الطاولة، يلي هي الفوطة. الفوطة بتقدر تكون بكذا محل، بتقدر تكون بقلب الصحن، مش بالضرورة يكون في عنا لقلة رينج أو يكون عنا لقلة خاتم مثل هيدا، رح نشوف بالحلقة الثانية ليش. فيها تكون مثل ما هي، نقدر نحطها بالصحن النصاني، وفيه كمان أن أضعها على جهة الشمال. هيدي مائدة ترتبت للعشاء. إذا كان في غداء أو ترويقة فهونيك بنقدر نستعمل فنجان الشاي أو فنجان القهوة، إنما بعشاء ما بنحط لا فنجان الشاي ولا فنجان القهوة. بضل عنا الدسير. بالموائد الرسمية للأسف ما بيحطوا الشوكة والسكينة للديسير أو حتى الشوكة والملعقة، إنما بالموائد الرسمية بيجوا لعنا مع الحلويات. إذا كنت سيدتي أنت فقط اللي عم تخدمي على الطاولة، حتى إذا كان عندك أشخاص كثيرين وأنت ما عندك وقت، بتقدري بشكل يعني شبه رسمي أنك تحطي الشوكة والسكينة ومن ثم نضعهم بهيدا الاتجاه. بتأمل تشوفي، أول شيء الشوكة بتجي على جانب الصحن، ومن ثم الملعقة بتجي من بهيدا الاتجاه، لحتينا وقت اللي بدنا ناكل بيشيلوا كل الصحون، بينزلوا الشوكة والسكينة بإطارهم الصحيح وبالشكل الطبيعي. الملح والبهار مثل ما قلنا، الملح والبهار مفروض يكونوا موجودين على الطاولة، بيقدر يكونوا بتشارك بين الشخصين اللي حد بعضهم. بتأمل منكم انه دايما تتركوا مجال للأشخاص اللي قاعدين مينيموم 60 سنتي ل 75 سنتي، هيدا هو القياس الطبيعي لكل شخص. فإذا كانوا الناس كتير مزروكين على بعضهم فهذا الشيء منه جيد أبداً، لأنه ما بيكون في عنده حركة كافية لحتينا يأكل فيها. تابعونا بحلقات أخرى لأنه راح لكم على معلومات كتير قيمة. شكراً.